السلام عليكم. في مصطلح اسمه ادنس او بلوجين، هو عباره عن ايه؟ ان انت بتضيف ادوات او ميزه او قوه على البرنامج ما كانتش موجوده قبل كده جواه. يعني على سبيل المثال برنامج الوورد، انت عايز تضيف خاصيه ليه معينه، بتخليك تتحكم في الصوره، بتخليك تعدل في الصوره اوتوماتيك، بتخليك ان انت مثلا تضيف مراجع بشكل معين وهكذا. فبتلاقي الادنس ديت بتضيفها وتبدا تتعامل معاها. ساعات الادنس دي بتبقى مجاني وساعات تبقى فلوس، ساعات بتبقى الشركه اللي عامله البرنامج هي اللي عاملاها، وساعات لا بتبقى حد استخدم البرنامج ولقى ان في نقص في البرنامج او لا حاجه ممكن تضاف للبرنامج فعملها، وممكن يخليها بفلوس او ببلاش، مش هي دي القضيه. طيب يعني مثلا برنامج الريفت بلاقي عند بعض الادنس اللي احنا ممكن نشتغل بيها دي، مثلا حاجات بعض الحاجات تبع شركه اوتوديسك، تمام. وفي بعض الحاجات زي انسكيب، ده برنامج بيعمل رندر، ده مش تبع الاوتوديسك وده بفلوس. في عندي هنا مثلا التوين موشن، ده مجاني وده برضو مش تبع اوتوديسك وبيعمل رندر زي الانسكيب، بس طبعا في اختلافات بينهم وهكذا. فانت مصطلح الادنس دوت ممكن يكون انت مثلا شغال على اي برنامج وتلاقي في حاجه ما بتتعملش جواه، فتبدا تدور هل في برنامج ادنس او في اي بلاجن يقدر يعمل الموضوع دوت. هتلاقي ناس كتير عاملاها فتبدا تقارن بينه وتبدا تشوف الافضل ليك. يعني على سبيل المثال في ادنس كتير بتديك الامكانيه ان انت تصدر كل الاسكادولات مره واحده على الاكسل وبشكل قوي جدا، تمام، بدل ما تقعد تصدرها مره مره تكست وتفتحها وتحول لاكسل وهكذا، فدي بتدي قوه للبرنامج.